تيبس، لعبة القفز التي على شكل القلعة رائعة. أتساءل، ما شعورنا إن قفزنا على القمر؟ فكرة جيدة تيبس، لنذهب إلى القمر لنعلم ذلك. نريد ذراع الجرافة ومحركا صاروخيا وأيضا رجلي الضفدع. ذراع جرافة، محرك صاروخي، رجلا الضفدع. حسنا، لنذهب للاكتشاف. صارت مركبة بليبي مستعدة للمغامرة. ها هو ذا القمر أمامنا. والآن وقت الهبوط. هذا يدغدغ. من أنت؟ اسمي صخري والصخرة القمرية لأني صخرة. مرحبا بك، أنا اسمي بليبي وهذا صديقي تيبس. أتينا لكي نعلم كيف يكون شعور القفز على القمر. لم أجرب ذلك من قبل لأني صخرة، ولكن دعني أحاول. حسناً، نهضت. هذا جيد، إذن هيا نقفز. جا. أنا خفيف كالريشة. لم أعلم من قبل أني قادر على الاستمتاع هكذا. ما أروع أن نسبح وقتا طويلا في هذا الفضاء. لما نستغرق وقتا طويلا في النزول؟ السبب هو الجاذبية، القوة الخفية التي تبقي قدميك ثابتتين على سطح الأرض تجذب الأشياء إلى الأسفل، ولكن الجاذبية على سطح القمر أقل بكثير من الجاذبية على سطح الأرض، والسبب هو أن القمر أصغر حجماً من الأرض. لهذا نطفو في الفضاء وقتاً طويلاً. حصلت على جواب لسؤالي، كيف يكون شعورنا إن قفزنا على القمر؟ إنه شعور ممتع. تكون القفزات عالية طويلة لأن الجاذبية على سطح القمر أقل من الجاذبية على الأرض. احفظ الجواب يا تيبس. نشعر بأننا نطفو، ولكن الجاذبية تسحبنا إلى الأسفل ببطء. أنا صخري الصخرة القمرية. أشكرك على الوقت الممتع يا صديقي. وداع صخري. هيا تابع القمر.